يلا. أنا مشاري خالد مقبل الشامر. نعم. أقول ناقتي يا ناقتي دمي بعول أفديش وصلي لي نابتي من وراها تطيعوش حيل الرابع سنة من خيار العيس عيش أفها لا دري ماس كله النغم حسوس بجيتي خالي خالة لا عيسيش ولا نيسيش من شدات البرد طق طق الظروف وقول واختفى طيري وطيري فريش واتهد استاذ خالة البجوز وصنفك يا ربي وكسار مغارم كبك يا ولد كبك ثاني ثاني شوف عبد الله تعال تعال شوف مجال شغال هنا وين انت ابو بسوس انت ما عندك الا هذا مجال شغال ترى روح بالقصيده الثانيه الاخ وش اسمك انت؟ مشاري مشاري الاخ مشاري تفضل يا اخ مشاري عبر القصيده الثانيه تعال اقعد جنبي ايوه عبر القصيده الثانيه اي عندك وش القصيده الثانيه؟ يا ابو حاتم ابو حاتم اي يا ابو حاتم برادان لين ما طلعت تسهل والليالي صارت اطوال والمنجاب يال سلام ما على فايتش تشوف المستخل واسلمكم يا رب الله يسلم وجهي هذي هذي وشي ها قرب قرب هذي وشي 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 هذي وشي يعني تقوي للقصيدة وشي هي 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 وشي بس يعني جبتها كذا تقوي للقصيدة صح؟ كل صح يا ابو بيضه وجهك كفك والله انك اسد هذا الشاعر البطل مشاري وقف